مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، واهلا بحضراتكم معنا في رابع ايام بشهر رمضان المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. حلقه جديده من مساء الدي ام سي، اسمحوا لي ان انا اكون مع حضراتكم النهارده بدلا من الزميله العزيزه ايمان الحصري اللي قامت باجازتها السنويه وهتعود مره ثانيه تنور مكانها وتنور ايامها وبرنامجها. زي ما بدانا مع حضراتكم امبارح بالتاكيد على اهميه الحذر واهميه اتباع الاجراءات الاحترازيه، بنأكد مرة تانية وثالثة ورابعة على أهمية اتباع هذه الإجراءات، والناس ياريت تاخد بالها جدا لأن الوضع ممكن هو يزداد صعوبة مع تزايد الإصابات والوفيات. هذه المرة الأعداد بتزيد بصورة يمكن أكبر شوية من المرتين الأولى والتانية. صحيح شهر رمضان بيحب اللمة وبيحب العزومات وبيحب أن احنا نتجمع ونكون مع بعض، ولكن شيء مهم جدا أن احنا نحافظ على صحتنا، شيء مهم جدا أن احنا نحافظ أن احنا نتباعد علشان نقدر أن احنا نفضل مع بعض. مهم ان احنا برضو نأكد على اهمية التقديم للحصول على تطعيم لقاح كورونا، شيء مهم وضروري لكل الناس. الدورة الحقيقة وفرت هذا اللقاح لكل من يرغب ومجانا، وكل من قدم سيحصل عليه بصورة مجانية. فعشان كده بندعو حضراتكم كل السادة المشاهدين وكل السادة المواطنين أهمية الالتزام، لأن حالة الاستهتار العامة للأسف بقينا نشوفها في الشوارع دلوقتي ممكن تكون نهايتها مش كويسة لناس كتيرة. نلاقي نفسنا بنفقد أحباء لينا وأقرباء لينا ومش عايزين نوصل لده، فياريت كلنا نحاول بقدر الإمكان إن احنا نلتزم في هذه الأيام علشان نعديها على خير إن شاء الله سالمين وآمنين. معنا ومع حضراتكم دلوقتي على التليفون الدكتور إسلام معنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. أستاذ إسلام، دكتور إسلام، كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، رمضان كريم. الله أكرم يا فندم. يا ريت حضرتك تدينا فكره كده شويه، ويريد برضو نوضح للساده المشاهدين على اهميه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه في هذه الفتره تحديدا، لان يمكن زي ما حضرتك لاحظت وناس كتيره كمان لاحظت ان مؤخرا الناس بقى عندها حاله من حالات، مش عايز اقول الاستهتار، ولكن احساس بالامان المزيف او الكاذب. ده صحيح، وعجبني جدا المقدمه بتاعت حضرتك. يعني احنا نفسنا نقضي رمضان وما عندناش اي مشاكل في عائلاتنا، في حد موجود فرعاه مركزه او حاجات وفاه لا قدر الله يعني. ولينا عبره في رمضان السنه اللي فاتت، يعني احنا رمضان السنه اللي فاتت نبهنا اكتر من مره ان التكدسات مش في صالح المرض ومش في صالح انتشار الفيروس، وللاسف كنا بادئين رمضان في حدود 200 حاله تقريبا، نهينا رمضان ب 700 حاله في اليوم. ده نفس اللي احنا شايفينه السنه دي، نفس التكدس اللي موجود في الاسواق، نفس عدم الالتزام. احنا زي ما اتفضلتي بالظبط، في امان زائف، لما دايما الموجه الثانيه كده وزي ما حصل في اخر الموجه الاولى ابتدت الارقام تنخفض، ابتدينا نطمن. مع الاطمئنان ده ابتدى تاني يرجع فيه تكدس، ابتدت الناس ما تلتزمش قوي بالكمامه. دايما بقول هو دور مشترك، يعني هو دور مشترك ما بين المواطن وبين المؤسسات والشركات والهيئات اللي بتفرض فكره الكمامه والتباعد الاجتماعي بالقانون وبالتوعيه بالاثنين. واحنا شايفين حاليا طبعا الحالات حوالينا في تزايد، ولسه كمان هتزيد تاني. احنا في اول الموجه الثالثه مش في الذروه، احنا للاسف وصلنا ل 800 حاله في اليوم، وفي اغلب الظن هنكسر ده رقم عالي، يعني اغلب الظن هنكسر ال 1000 حاله تاني في اليوم. وهو حتى لو الاصابات زادت، المهم بالنسبه لنا ان الوفيات نفسها ما تزيدش. وده يجي دور مهم، دور اللقاح. يعني احنا اللقاحات وتواجدها وتوفرها هو الهدف منها، تقليل الوفيات. حتى لو حد جاله الاصابه نفسها تيجي خفيفه، يعني الامان من اللقاحات بالرغم من يعني من الى حد ما توفر اللقاح حاليا، ولكن الناس ما زالت خايفه او متخوفه وبتتكلم على طيب ما هو ممكن يكون في اثار جانبيه، طب وايه الفرق ما بين الانواع المختلفه من اللقاحات؟ طب دي نقطه كويسه جدا، يعني خلينا نوضح للناس ان فعلا مؤخرا ابتدى يبقى في تخوف من اللقاحات. يعني مبدئيا كده خلينا نقول ان الامان بالنسبه للقاحات موجود، الاثار الجانبيه بسيطه، هي اول 48 ساعه بيبقى فيه الاثار زي بقيه اللقاحات زي لقاح الانفلونزا، ارتفاع درجه الحراره وهن في الجسم، ده كله بسبب ان النشاط المناعي نفسه بيبتدي يعمل ذاكره للفيروس عشان يطلع مضادات اجسام تبقى جاهزه. عموما الاثار الجانبيه حتى اللي ظهرت الفتره اللي فاتت هي اثار جانبيه بسيطه، يعني نقدر نقول في استرازينيكا وجونسون كان في حاليا بيوصل بعض الاثار الجانبيه في وجود تجلطات، التجلطات اللي ظهرت هي 1 في المليون في جونسون جونسون و4 في المليون لاسترازينيكا. هي حالات التجلط نفسها من الفيروس نسبتها قد ايه؟ نسبتها 16.5%. يعني احنا بنقارن ان 16.5 من كل 100
عندهم احتمال يجي لهم تقلبات لو جالهم كوفيد 19. والاحتمال ده بيزيد علشان هم اصلا عندهم استعداد لذلك مسبق. طب دي نقطة كويسة، لو على الفيروس هم وجدوا ان السيدات يعني معظم اللي حصل كاثار جانبية للتقلبات هي كانت عند السيدات، وعموما الفيروس كوفيد 19 هو بيجي اكتر للرجال. فده الملاحظ، لكن يظل الملاحظه ديت ان الارقام نفسها لا تحب تصبر. يعني هيئه الدواء الاوروبيه مثلا قالت ان حتى الان لا يمكن الجزم بسبب التغلطات نفسها، ولكن هو الفكره كلها ان اي حد اخذ اللقاح محتاج ان هو يتابع بعد اسبوع اسبوعين لو حس ببعض الاعراض. ومهم جدا، ومصر اطلقت اليقظه الدوائيه الفارماكوفيجيلانس موقع او هيئه الدواء المصريه، ان اي حد اخذ اللقاح يقدر في نفس اليوم يخش على هيئه الدواء المصريه وبعد كده يخش على اليقظه الدوائيه يسجل بيانات، يسجل كل الاعراض حتى الاعراض البسيطه اللي هي العاديه اللي بتجيله، وهم بيتابعوا معاه لو حصل اي حاجه ان هم يبتدوا يوجهوه يعمل ايه. فده ببساطه اللقاح، وهو المستوى الامان بتاعه طبعا اعلى بكتير من الضرر اللي ممكن يحصل لحد ما اخدش لقاح طبعا. بالظبط، يعني على الاقل في الحالات الوفيات نفسها تختفي. حتى الان لا يوجد اي حاله وفاه لشخص اخذ اللقاح بعد كده جاء كوفيد 19 على مستوى 900 مليون مرعه لقاح اتخذت على مستوى العالم. لم يسجل ولا حاله وفاه من شخص اخذ اللقاح بعد كده مات كوفيد 19. طبعا ده معدل الامان محتاجينه. بالظبط، ودي حاجه بالتاكيد مطمئنه جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. مره ثانيه بناكد على حضراتكم ضروري جدا ان احنا في الفتره دي نلتزم بالاجراءات الاحترازيه علشان نحافظ على نفسنا ونحافظ على احبائنا، وان شاء الله باذن الله كلنا نعدي هذه الفتره بسلام وامان. بدايه من الغد ان شاء الله هيتم تنفيذ مواعيد جديده لغلق المحلات بدءا من يوم السبت. هيتم تنفيذ القرار الوزاري رقم 456 سنه 2020 بشان مواعيد تشغيل المحال العامه والتجاريه، واللي كان بينص على بدايه تطبيق المواعيد بنهايه شهر ابريل 2021 في اطار قرارات اللجنه العليا لاداره ازمات فيروس كورونا برئاسه معالي رئيس مجلس الوزراء. جاء نص القرار كالتالي: فتح المحال التجارية والمولات من 7 صباحا وحتى 11 مساء مع زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق في تمام الساعة 12 في منتصف الليل، ويتم فتح المطاعم والكافيهات من 5 صباحا وحتى 1 صباحا مع استمرار خدمة التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، على أن تفتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من 8 صباحا وحتى 7 مساء، ويستثنى من المواعيد محل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات والورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للتراخيص المحال العامة. معنا على التليفون الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية. دكتور خالد مساء الخير وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى اهلنا في محافظات مصر، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا فندم دايما. اهلا بحضرتك، يا ريت حضرتك تشرح لنا هذه المواعيد، هل هذه المواعيد ساريه بدءا من الغد من يوم السبت بكره ان شاء الله وحتى امتى؟ طبعا يعني حتى انتهاء فتره العمل بالمواعيد الصيفيه ان شاء الله. وخليني اكد لحضرتك زي ما حضرتك تفضلت انه قرار السيد وزير التنميه المحليه المعمول به من 1 ديسمبر 2020 وقرار 456 طبعا ده بينص صراحة على مواعيد الغلق والفتح سواء المواعيد الشتوية أو المواعيد الصيفية. وطبقا يعني لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، ارتاء أن يكون العمل به مش الأسبوع الأخير من إبريل ولكن السبت 17 ابريل المقبل. وده يا فندم زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انه المحال العامه هتفتح يعني فيما يتعلق بالمحال التجاريه والمولات، ده هيكون من الساعه 7 صباحا لحد الساعه 11 مساء صيفا، على ان يتم زياده هذا التوقيت في ايام الاجازات الخميس والجمعه وفي ايام الاجازات والاعياد الرسميه لتغلق الساعه 12 منتصف الليل صيفا. كذلك الامر فيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجوده في المولات التجاريه مسموح انها تفتح من 5 صباحا وتغلق الساعه 1 صباحا صيفا،
مع استمرار خدمة التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ال 24 ساعة للمطاعم والكافيهات. أما المحال العام المتمثلة في ورش وأعمال حرفية داخل الكتل السكنية فده من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود والخدمات العاجلة دي بيصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. وطبعا ويستثنى من هذا الأمر محلات السوبر ماركت والصيدليات وأسواق الجملة ومحل بيع الفواكه والخضروات والدواجن. وجه مع الوزير اللواء شعراوي المحافظات بتطبيق كل الاشتراطات والتعليمات اللي نص عليها هذا القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة واللي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافيهات وغيرها، وده في من شأنه بيحافظ على أمن وسلامة المواطنين من ناحية، ومن ناحية تانية طبعا يعني الدولة هتسعى لتحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري، كذلك الأمر الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج. وأكد مع الوزير أن ده هيكون في تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية وكذا المحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة، خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة أهلنا من المواطنين في المحافظات المصرية. بما أن حضرتك ذكرت يا دكتور موضوع الانضباط، هل هذه المواعيد ملزمة؟ وفي حالة عدم التزام بعض المحال بهذه المواعيد، هل في نوع من أنواع العقاب أو التوجيه أو ما إلى ذلك؟ طبعا يا فندم، القانون المحل العام نص في المادة 24 منه في البند التاسع منها على المخالف، طبعا بيتم التنبيه عليه وتنبيه كتابي في الأسبوع الأول، ثم بعد ذلك بيكون في غلق بعد ذلك، ثم إلغاء الترخيص في الخطوة الأخيرة. خليني أقول لحضرتك كمان، وفقا لأمس يعني منذ تطبيق القرار في 1 ديسمبر 2020 حتى أمس كان في عدد حالات الغلق للمحال العامة المخالفة كان حوالي 62,835 محل على مستوى 18 محافظة مصرية. طبعا تصدر المشهد المقاهي اللي تم غلقها حوالي 17,931، قبليها كان في المقام الأول المحل العامة اللي تم غلقها 21,623 محل، ثم المقاهي، ثم بعد ذلك الورش اللي تم غلقها حوالي 7,852 ورشة، وأسواق تم غلقها أسواق عامة أو مولات أو غيرها 5,074 سوق. يجي بعد كده فندم المطاعم حوالي 1000 مطعم، يجي في بند أخرى، وأخرى دي تتضمن السناتر التعليمية وهي تتجاوز 5,630 سنتر، وطبعا في بالإضافة إلى قاعات الأفراح وقاعات العزاء، بالإضافة إلى المقاهي اللي كسرت حظر واستخدام الشيشة، وبند أخرى بيجي تحتيه حوالي 9,355 محل ومركز تعليمي تم غلقهم حتى أمس. وطبعا يعني دي أرقام عالية على فكرة، ولا أنا بيتهيألي يا دكتور خالد؟ طبعا يا فندم، هو ده برضو احنا بنأكد على ان الدولة حريصة كل الحرص على تحقيق الانضباط وتحقيق كمان النسق الحضاري للشارع المصري، لان هناك بعض ما بيلتزمش بمواعيد الغلق والفتح، والامر اللي بيخلي انه كل الاجهزه المعنيه في الاحياء والمراكز والمدن وكذلك قطاع التفتيش عندنا في الوزاره حريص كل الحرص انه على عمليه المتابعه، وده بالتنسيق مع وزاره الداخليه علشان نحقق الانضباط في الشارع المصري. وكذلك الامر يا فندم، لما طبعا المحل بتقفل زملائنا العاملين في منظومه النظافه يقدروا يشتغلوا، يقدروا السيارات بتاعتهم يناوروا ويقدروا يرفعوا القمامه من الشوارع، كذلك الامر الاعمال الخاصه برضو بالاصلاحات خاصه بالاناره الى غير ذلك من الاعمال اللي بتتطلب يعني ان يكون هناك
يعني عدم تكدس في مروري في الشوارع. ومع الوزير برضو اللي هو شعراوي أكد على إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين عن نقص يعني أو هل في عدم خط ساخن يا دكتور خالد؟ نعم يا فندم. هل في خط ساخن عشان السادة المواطنين لو أيوة حاب حضرتك تقول لنا الرقم؟ خط ساخن أيوة فندم 15330 15330 أيوة. وفي رقم واتس يا فندم 011 50 60 67 67 83. إذا الخط الساخن 15330 والواتساب 011 50 60 67 83 وهينزل معانا دلوقتي على الشاشة علشان تمام. لو السادة المشاهدين أو أي حد من السادة المواطنين عنده أي نوع من أنواع الشكوى من خلال هذه الأرقام ممكن هو يتواصل معاكم. بالظبط كده يا فندم، بالإضافة إلى ذلك طبعا صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية. طبعا كل الشكر والتقدير لكل الجهود التي تقوم بها الدولة وتحديدا بالتأكيد وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية حتى يعود الانضباط إلى الشارع المصري من جديد. خليني برضو أكد على حضراتكم الرقم الساخن أو الهوت لاين هو 15330، رقم الواتساب 011 50 60 67 83. ده لو أي حد عنده أي شكوى من أي نوع من الأنواع يقدر من خلال هذه الأرقام أن هو يتواصل مع وزارة التنمية المحلية أو من خلال صفحتهم على الفيسبوك صوتك مسموع. ننتقل مع حضراتكم بقى لخبر تاني يمكن من الحاجات اللي بتهتم بيها الناس مؤخرا، خاصة بقى وإحنا داخلين على الأعياد. كل سنة حضراتكم طيبين. أسعار الذهب، أسعار الذهب صعودا أو هبوطا الناس بتهتم بيها. النهاردة وصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم في رابع أيام رمضان. زاد سعر الجرام 3 جنيه النهاردة مقارنة بأسعار أمس، وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي كانت صعدت بالأمس، وصل سعر الجرام 7 جنيه ارتفاعه 7 جنيه في يومين، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 768 جنيه مقابل 765 جنيه بنهاية تعاملات أمس. سعر جرام الذهب عيار 18 وصل ل 658 جنيه، وسعر عيار الذهب 24 877 جنيه، والجنيه الذهب 6144 جنيه. طبعا دي أسعار يمكن في الفترة اللي فاتت في تذبذب ما بين صعود والهبوط. معانا على التليفون الأستاذ وصفي أمين رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية. أهلا بحياتك أستاذ وصفي. أهلا يا فندم، مساء الخير. كل سنة وحضرتك طيب. بسعادتك بخير. طبعا الناس بتهتم بأسعار الذهب لأن في اللي بيجهز واللي في اللي بيحط فلوسه في ذهب يعني كنوع من أنواع التأمين للمستقبل. يا ريت حضرتك تقول لنا أسباب الصعود في اليومين الماضيين، أسباب الصعود سعر الذهب كان إيه؟ هو يعني أسعار الذهب المعارضة شاهد ارتفاع أكثر من 3 جنيه اللي حضرتك ذكرتيهم على نهاية عمل اليوم، كان زاد حوالي 11 جنيه عن بالأمس. والسبب هو سبب عالمي طبقا للارتفاعات اللي بتتم في البورصات العالمية وإحنا بنستقي أسعارنا من أسعار البورصات العالمية. تمام. أسباب بقى الارتفاع في البورصات العالمية هي انخفاض عوائد أذون الخزانة الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار عالميا. كل ده بيخلي أصحاب رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار تلتجئ لأنها تضخ أموالها في الذهب وهو بيعتبر الملاذ الآمن. بالتأكيد. إلى أي مدى ده بيأثر بقى على السوق المحلي هنا في الشراء وفي البيع؟ لا هو ما بيأثرش، ولكن يعني عارف حضرتك لما تدرجي القيمة على الناس اللي هي بيشتري 5 جرام 10 جرام حتى لو شبكة. احنا الفترة الحالية بقينا نعمل الشبكة في حدود 25 جرام 30 جرام. لو زاد 10 جنيه يعني مش هيفرق 300 جنيه في الشبكة ككل. اما بالنسبة للوضع الحالي في السوق فاحنا وده شيء معتاد، الاسبوع الاول من رمضان بتبقى فيه حالة من الكساد وما فيش بيع ولا شراء، وحتى ساعات العمل بتبقى متقلصه من الساعه 11 صباحا لغايه الساعه 4.
نبتدي من الأسبوع الجاي نفتح فترتين من 11 ل 4 ومن 8 ل 11. ده عرف احنا. هل من المتوقع يا استاذ وصفي ان الاسعار او سعر الجرام ينخفض مره ثانيه؟ والله مستبعد، لان كل الدول ابتدت خلاص يعني شبه تجنب جانبا موضوع الكوفيد 19، وتبتدي الاستثمارات تشتغل والدول يعني تحاول ترجع لسابق عهدها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية. هننتقل مع حضراتكم يمكن بقى لطقس من طقوسنا اللي احنا اتعودنا عليها في شهر رمضان المبارك. مفيش مائدة في أي بيت ولا في أي مدينة أو في أي قرية أو في أي نجع لا تخلو من طبق الحلو. طبق الحلو بقى بيختلف ما بين بسبوسة وما بين كنافة، ولكن يمكن الاتجاه العام بيكون إلى الكنافة. يمكن مؤخرا اتغيرت شوية، الكنافة بقت يعني نقدر نقول عليها حديثة شوية أو مودرن شوية، بقى فيها مانجا، فيها مكسرات، فيها فول سوداني، فيها نوتيلا، ولكن الأساس هو الكنافة. عايزين بقى نعرف الكنافة دي قصتها إيه، بدأت إمتى وتاريخها إيه، في التقرير التالي. هي الحلو الأشهر على مائدة رمضان، نحبها جميعا باختلاف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. أحمد أبو العلا قضى في صناعتها أكثر من نصف قرن في المهنة. كنافة بقالي 55 سنة. مراحل الكنافة مية وسمنة وضيق، بتتعجن طبعا. أول حاجة بتتحط في العجين، واخد بالك، وبعد ما بتتعجن تحط على الايه في الادوس عشان تنزل من المكنه تبقى كنافه. عبر تاريخها الطويل مرت الكنافه بمراحل عده في طرق صناعتها، بقي منها الان طريقتان، الطريقه الاليه والطريقه البلدي. انواع الكنافه بلدي والي، بس النهارده لو بصيتي الالي احسن من البلدي. ليه؟ اهل الصنعه اللي احنا ايه اللي هو احنا اشتغلنا عليها بالفحم، اشتغلنا عليها بالجاز، وبعدين البوتاجاز، ده كل الكلام ده كنا بنعجن بايدينا زمان. ده وضع، ده اليدوي، كنا بنطلع يدوي، ما يدوي يعني كنافه ليها وضع تاني. النهارده اللي بيعملوا اليدوي دول مش اهل الصنعه، فاسمها يدوي بس، لكن هي كنافه من. لكن دي احسن منها بكتير، دي شعر ناعم والتانيه شعرها تخين، فتلتها تخينه يعني، ادي الفرق. لكن في الاكل دي احسن منها. تتعدد الروايات حول اصل الكنافه، فيرجعها البعض إلى عصر معاوية بن أبي سفيان، حيث قيل إن أهل الشام صنعوها له ليتناولها أثناء السحور لتسد جوعه الشديد في نهار رمضان، وبعدها انتشرت في مختلف أنحاء البلاد وعرفت باسم كنافة معاوية. بينما يشير آخرون إلى أن أصل الكنافة يعود إلى عهد الفاطميين في مصر، حيث صنعت للخليفة المعز لدين الله الفاطمي لاستقباله عند دخوله القاهرة في شهر رمضان، ومن ثم انتشرت من مصر إلى جميع الدول العربية. وهناك روايات أخرى كثيرة حول أصل ونشأة الكنافة، لكن المؤكد أن واقعها الآن جعلها أشهر الحلويات وأكثرها ارتباطا بشهر رمضان الكريم. طبعا حضراتكم لاحظتم ان درجات الحرارة بتشهد ارتفاع ملحوظ خلال الايام، يعني بداية من النهاردة كده وخلال الايام القليلة القادمة. وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان بكرة السبت في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الانحاء، حيث الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. معانا على التليفون الأستاذ محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد. مساء الخير أستاذ محمود، وكل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير يا فندم على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل السادة المشاهدين بألف خير. وحضرتك بألف صحة وسعادة وخير. هل المعدلات دي معدلات طبيعية في هذا التوقيت من العام؟
طبعا دي معدلات الربيع الطبيعية في هذا التوقيت من العام، بيشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة في بعض الأيام يتبعها مباشرة انخفاضات ملحوظة أيضا، عشان كده احنا دايما بنسمي الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، تشهد موجات شديدة الحرارة أحيانا ثم يتبعها كتل هوائية متغيرة قادمة من جنوب أوروبا بتعمل على انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة. فبالفعل احنا بنشهد خلال هذه الأيام ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة تبلغ ذروتها أيام الحد والاثنين، متوقع درجة الحرارة العظمى تكون 40 درجة مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة العظمى العاصمة، ومن 41 إلى 42 على جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. فطبعا حضرتك خلال فترات النهار فترات الليل ما زلنا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح يكون الفارق بين العظمى والصغرى بيزيد عن 10 درجات مئوية، وتتراوح درجات الحرارة بالفعل في فترات الليل من 15 إلى 20 درجة مئوية في انخفاضات شديدة جدا بين العظمى والصغرى. لازم نكون حذرين أثناء تواجدنا خارج المنزل في الساعات المتأخرة من الليل والصبح بدري وإحنا خارجين أعمالنا وأنشطتنا اليومية. طبعا ما فيش كلام يا فندم، مع ارتفاعات درجات الحرارة هنخفف ملابسنا، ولكن زي ما قلت دايما نكون حذرين في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، ومع متابعة النشرة الجوية هنعرف الأيام اللي تنخفض فيها درجات الحرارة مرة أخرى. يعني هتعود وتنخفض مرة تانية بعد انتهاء الأسبوع المقبل يا أستاذ محمود؟ بإذن الله، اعتبارا من يوم الثلاثاء هنشهد انخفاضات ملحوظة، يعني لو قلنا يوم الاثنين تصل درجة الحرارة العظمى 41 درجة على القاهرة، يوم الثلاثاء تصل إلى 32 درجة، ويوم الأربعاء تصل إلى 30، بالإضافة إلى باقي محافظات شمال البلاد هتشهد انخفاضات ملحوظة، على سبيل المثال نواحينا الشمالية بترتفع فيها درجات الحرارة في الموجة الحارة إلى 38 درجة، واعتبارا من الثلاث والأربع هتنخفض إلى 22 درجة مئوية، فطبعا انخفاضات كبيرة جدا بتزيد أحيانا عن 10 درجات مئوية خلال الأيام اللي جاية. في فترة الربيع احنا متعودين دايما يكون في هذه التقلبات الجوية، ولكن يعني ارتفاع درجات الحرارة انها تصل الى 41 و40 يمكن دي حاجة جديدة علينا شوية، خاصة في هذا التوقيت من العام، ده المفروض ربيع يعني احنا لسه ما دخلناش في فصل الصيف، فهل ده يعني بيشير الى ان فصل الصيف هيكون ساخن وحار؟ لا حضرتك، احنا يعني المعتاد في مصر او جمهورية مصر العربية ان اعلى درجة حرارة على مدار العام كله بتبقى في فصل الربيع مش في فصل الصيف. احنا بالفعل ربيع مصر العام الماضي اتسجلت فيه درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية في احد الموجات الحارة، ودي كانت اعلى درجة حرارة اتسجلت في عام 2020. فطبعا احنا معتادين في مناخ مصر ان اعلى درجات الحرارة بتكون في فصل الربيع، لكن فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة اللي بيتراوح ما بين 36 و 37 درجة بنشهد ارتفاعات في نسب الرطوبة تتجاوز 90%، فده اللي بيخلي أجواء الصيف أكثر اختناقا طبعا وأكثر إحساسا بارتفاع درجات الحرارة. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد. مرة تانية ناخد بالنا الأسبوع الجاي هيكون الجو متقلب، يعني بالرغم من أن درجة الحرارة يوم الحد والاثنين هتكون مرتفعة شوية بتوصل ل 40 و41 ولكن بالليل بتنخفض، فنحاول دايما يكون معنا حاجة خفيفة كده علشان محدش يعيا أو يجيله أي نوع من أنواع نزلات البرد المختلفة. طبعا من عادات المصريين في رمضان ان هم يهتموا بقى غير بطبق الحلويات بطبق المخللات، يعني في البدايه كده على الفطار لازم يكون في طبق مخللات متنوع، والناس بتحب جدا ان هي تاخد حاجه مخلله لان برضو نسبه الاملاح في الجسم مع الصيام بتنخفض، ولكن ده مش معناه ان احنا نلتهم طبق المخللات لان في ناس كتير جدا بتحب الحوادق كتير، ولكن يعني ناكلها باعتدال. المخللات طبعا انواع وانواع واشكال وخلطات مختلفه وتحبيشات كمان متنوعه، تعالوا بقى نتعرف عليها، ومره تانية ناخد بالنا عشان نسبه الاملاح العاليه في الجسم غير صحيه. تعالوا نشوف. منذ نحو قرن ونصف من الزمن تتوارث عائلة زكي مهنة صناعة وبيع المخللات. محمد زكي ممثل الجيل الحالي من العائلة ووريث الصنعة. المهنة أنا متورثة، يعني مولود فيها، لأن المكان ده كان بتاع جدي من زمان، يعني الكلام ده يعني أقول يعني كده من 150 سنة 170 سنة. لما وعيت مع والدتي، لأن هي يعتبر هي اللي علمتني الشغلانة وعلمتني أصولها وعلمتني كل حاجة فيها يعتبر. رغم بيع المخللات طول العام إلا أن شهر رمضان هو موسم رواج بالنسبة لمحمد زكي ومهنته.
هو المخلل بيرتبط من بشهر رمضان لان الناس ما بتبقاش مركزه في حاجه غير بالاكل، وايه اللي بيفتح النفس على الاكل هو المخلل او الطرشي. لكن هو طول السنه طبعا المخلل شغال، لان مفيش حد بيعرف ياكل سندوتش من غير حته الطرشي. المخللات انواع، فمنها البلدي والافرنجي والبوليف، هذا طبعا الى جانب مخللات الفاكهه التي راجت مؤخرا. في كذا نوع من المخللات، يعني في مخلل اسمه مخلل افرنجي، التقطيع بتبقى مشرشره، ما بتبقاش بالسكينه العاديه مثلا زي كده او زي كده، ده اسمه الترش البلدي اللي هي بالسكينه العاديه بتاعت زمان. البوليف بيتغير عن ايه؟ هو الافرنجي بيبقى مثلا لفت وجزر وفلفل وخيار، البوليف بيزيد عليه ان هو عليه زيتون اسمر، عليه بصل، عليه ليمون، عليه كذا حاجه يعني بالتشكيله، ده اسمه بليف. اكتر المخللات اللي بتبقى مطلوبه في رمضان في الترش البلدي اللي هو اللفت والجزر والفلفل والحاجات، المانجا والفواكه والحاجات دي يعني اللي اتعود عليها بيجي خلاص بيطلبها اوريدي على طول، مثلا عايز علبه مانجا، علبه خوخ او الحاجه الموجوده. لكن اللي ما يعرفش بيبقى عايز لسه يجرب مثلا مخللات الفواكه. الاسعار برده بتختلف من الخضار، احنا جبناه بكام وهيتباع بكام، دي اللي بتختلف بس شويه، لكن الاسعار في متناول الجميع ان شاء الله باذن الله. يعني في من 5 جنيه لحد زي ما عايز الزبون. اذا كان المخلل عشق فماؤه او خلطته ايضا هي غيه يعشقها محبوه. ده الويسكي البلدي بتاعنا، يعني هو ده اللي المكان مشهور بيه على مدار السنين اللي فاتت ولا العشرات السنين اللي فاتت، هو ده. المخللات كل منطقه فيها مخللات، لكن الميه او الترش الويسكي البلدي مش اي حد بيعرف يعملها. تتنوع ألوانها وخلطاتها وأشكالها، وتظل المخللات فاكهة مائدة رمضان، لكن لا تكثر منها، فالكثير منها مضر بالصحة. مرحبا بحضراتكم مجددا في رابع ايام الشهر الكريم وفي اول جمعه من شهر رمضان المبارك. النهارده كان لازم يكون معانا فضيله الشيخ ابراهيم رضا علشان نتكلم مع حضراتكم عن فضائل هذا الشهر الكريم اللي احنا بنستناه من السنه للسنه. شهر بندعو فيه الله، بنتضرع فيه الى الله، بنتقرب فيه من الله وتصفو فيه النفوس، وشهر لازم ان احنا نستثمره الى اقصى حد واقصى الحدود، ان احنا نقوم بواجبنا تجاه ربنا وكمان تجاه انفسنا. فضيله الشيخ ابراهيم رضا، انا سعيده جدا حضرتك معنا النهارده، كل سنه وانت طيب. انا اسعد والله يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه وكل مشاهديك الكرام بخير وحضرتك بألف صحه وسعاده وخير. قبل ما نخش بقى ونتكلم على فضل شهر رمضان المبارك، انا عايزه ابدا مع حضرتك بسؤال، لان هو الحقيقه ناس كثيره بتساله هذا السؤال، خاصه احنا بنتكلم على كورونا وهذه الجائحه التي اجتاحت العالم واللقاحات وضروره الناس تاخد اللقاحات. ففي ناس كثيره بتتساءل، هل اللقاح بيفطر في شهر رمضان؟ الحمد لله الذي أعزنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وشرفنا بالانتساب إلى نبي آخر الزمان وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيي حضرتك على الاستضافة وبحيي مشاهديك الكرام في كل مكان. وخلينا نقول، يمكن أنا كنت عامل حاجة اسمها برنامج رمضان في زمن الكورونا. فرمضان في زمن الكورونا بقى ليه فقه مختلف. طبعا معروف يقينا ان اخذ العقاقير الطبية اثناء الصيام لا يؤثر على صحة الصيام، لانها من باب التداوي، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما من داء الا وخلق الله له دواء. ودي حتة لطيفة قوي بنقف قدامها. حد يقول لي ايه، طب ما كورونا ملوش علاج. لا، هو له علاج، لكن احنا التقصير لسه من عندنا. يعني ما من داء خلقه الله وابتلى به البشر إلا وله دواء. هنصل في يوم الأيام، وبدأنا نشوف الشركات وهي بتطرح العقاقير الطبية والكلام اللي احنا عارفينه، فلا يؤثر أبدا على صحة الصيام إن أنا أتداوى وأخد أي نوع من أنواع الحقن اللي هي بقصد التداوي والعلاج. قولا واحدا، قولا واحدا. الدعوة إلى الله لها فضل عظيم، وإحنا في شهر كريم، شهر مبارك، شهر بنستناه من السنة للسنة علشان نتقرب فيه من ربنا وندعو فيه. أفضل أو أسلم طريقة إن إحنا نستثمرها في هذا الشهر الكريم للتقرب من الله ما هي؟ الله عليك. شهر رمضان ده حاجة يعني عايز أقول لحضرتك إيه، منحة.
المنحة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينعم بها على عباده المؤمنين الموحدين. أقولك على مفاجأة، وإحنا المصريين بنحب آل البيت وبنحب الأولياء. طب. عندنا عقيدة كده جازمة إن الولي هم المجموعة اللي سكنت الأضرحة، فأنا بروح السيدة نفيسة بشعر براحة نفسية لأنها من الأولياء. بروح الحسين، أبو العباس، طنطا، البدوي، بتبارك بيهم، مش كده؟ بنتبارك طبعا بيهم. بس بيظن الناس في زماننا إن الولاية اتقفلت على هؤلاء. لكن المفاجأة إن بوابة الولاية في رمضان. شوفي خطاب ربنا بيقول إيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. يبقى إذن زي ما حد بيخش الجيش فيعلق ملازم وملازم أول، إحنا عندنا بيبقى مسلم مجرد ما يعلن الإسلام، أول ما يبتدي يصلي ويصوم سمناه مؤمن. طب أراد الله للأستاذة جاسمين ولإبراهيم ولكل من يرانا إنه يتدرج بقى، ياخد الرتبة الأعلى، إنه يتحول من مؤمن لتقي. علشان ندخل بوابة التقوى لازم نصوم 30 يوم. طيب ولو صمنا 30 يوم وخدنا علقنا الرتبة الجديدة بتاع التقوى دي، بقينا ايه بقى في الجديد؟ بقينا متقين. وطالما بقينا متقين هنقرأ الآية التانية بقى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيدنا العلامة الإمام ابن كثير يا أستاذة بيقول ايه: فكل من كان تقيا كان لله وليا. يبقى واحنا داخلين رمضان عندنا هدف، في تارجت احنا عايزين نحققه. احققه ازاي بقى؟ ما صعبش على الناس في دعوتي واقول له بقى وتقوم الليل وما لا. ارقى درجات الولايه واعلى منازل الصالحين ان احافظ على الفريضه. الصوم. بس. أصوم. أصلي الأوقات الخمسة. زكاة مالي وجبت أخرجها. بلاش بقى تشدد، بلاش تقعر، بلاش نحمل. واحد دخل على حضرة النبي قال له ماذا فرض ربك عليك في اليوم والليلة؟ فعديله كده قال له خمس صلوات، ها، وصيام رمضان والزكاة. فلسه هيبدأ النبي يقول له في سنن؟ قال له انتظر يا رسول الله. قال له نعم. قال له والله لن أزيد على هذا، تقوليش حاجة تاني. فقال النبي وهو يبتسم: أفلح إن صدق. ولذلك يا جماعة رمضان ده حاجة يعني سبحان الله، كم من أناس كانوا عايشين إعمامنا وإخوالنا وجيراننا كان كل أمنيتهم وهم بيدعوا الدعوة اللهم بلغنا رمضان. فحال الله بينهم وبين رمضان. لكن ربنا احنا أنعم علينا بإيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم الفريضة. أدي نمبر وان. حاجة تاني كمان مهمة جدا أنا محتاجها: تصحيح مسار النية. بمعنى بقى طول السنة يا أستاذ 11 شهر عمالين نتقاتل وعمالين ننفس على بعض والمشاعر السلبية. سيدنا الإمام أبي حامد الغزالي عامل كتاب اسمه إحياء علوم الدين. العلماء بيقولوا إيه؟ من لم يقرأ الإحياء ليس من الأحياء. ليه يا عم؟ قالك لأن الراجل ده عامل الكتاب عن أمراض القلوب. ودي القضية بقى. لأن أهم أرضية هفرش عليها الطاعة الإخلاص. صحيح. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك الناس متخيلة إيه؟ إن اللي هيسبقنا للجنة ده هيبقى مثلا صلى 3000 ركعة في الليلة وعمل وعمل. أبدا، القضية مش كده. هي إحنا ما إحناش داخلين أوكازيون مين اللي لا. القضية الأول تصحيح مسار النية أولا، وبعدين خليني أقول لك رواية جميلة قوي. سيدنا رسول الله واعد مع الصحابة. مين هم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، مصعب بن عمير، أسامة بن زيد، الزبير بن العوام، كل الجمال دول. ومع ذلك قال لهم إيه؟ يطلع عليكم الآن رجل هو من أهل الجنة. قال له وإحنا؟ قال لهم اللي جاي ده هو اللي من أهل الجنة. طلع راجل راعي غنم بسيط جدا، لو شفتيه هتطلع اللي في جيبك وتساعدي بيه. راجل بسيط قوي، ماشي عد سلام عليكم. وعليكم السلام. تتبعه سيدنا عبد الله بن عمر. قال له ده انا جاي غريب ومحتاج اقعد معاك وقت. قال له لك حق الضيافه 3 ايام اتفضل. راح عايش معاه ليه؟ علشان يشوف الراجل ده ايه المختلف اللي بيعمله عنهم فيقلده فيبقى من اهل الجنه. لقى الراجل ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي الصلوات الخمس في وقتها وينام بعد العشاء ويقوم يؤدي الفجر وينزل يفطر وبعد كده يروح يرعى الغنم، الوقت جدا يصلي ويرجع للغنم بتوعه ويرجع بيته. فتالت ليله قال له لا يعني بالله عليك بما سبقتنا. يعني قول لي ايه السر؟
قال له ايه يا عم في ايه؟ قال له النبي خلاك معدي وقال يطلع عليكم والان رجل من هو من اهل الجنه، حضرتك طلعت. عايز افهم سرك ايه؟ الراجل ابتسم بكل وقار وقال له والله يا عبد الله انا عمل اللي انت شفته ده، انا بحافظ على الفريضه فقط. قال له اه، امال انت سبقتنا بايه؟ قال له غير انني، قال له ايوه قول يا عم، ها اذا ما اويت الى فراشي داخل سرير ينام، ها انام وانا سليم الصدر، فلا احمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا بغضاء لاحد من افراد الامه. طب انا هاخد من كلام حضرتك بقى، وفي ناس كتيره بتعمل كده، بتستعد انها تستقبل رمضان بهذه الطريقه اللي هو سلامه النفس والقلوب والصدور، يعدي رمضان من هنا وتعود ريما لعادتها القديمه ويتنفسوا ويحقدوا وما الى ذلك. نقول لهم ايه؟ نقول لهم حاجه جميله قوي. بعض الناس بيجي في اخر رمضان يقول لي يا مولانا هو ربنا قبل منا رمضان؟ فالاجابه بتاع العلماء جاهزه، الله اعلم، حد يقدر يتكهن بده؟ انا بقول له اه انا اقدر اتكهن بده. معقول؟ يعني انت تقدر تعرف كان ربنا قبل مني او قبل من حضرتك؟ اه. ازاي؟ استمرارك على نفس المستوى من الرقي في الطاعه بعد رمضان دلاله على ان ربنا قبل منك. لان دي التوبه النصوحه، ما في واحد يقول لك ايه؟ في ذنب يا مولانا بعمله على طول، اقول له روح توب، فيروح ويرجع، يقول لي بروح وبرجع، اقول له لا، ما هو ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. ايه التوبة النصوحة؟ ازاي اخلي رمضان مختلف؟ ها ان انا ما ارجعش لنفس الامور السلبية اللي كنت متعود عليها. ان الله لا يغير ما بقوم على حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني نبسطها. الرجيم يقول لك ايه؟ انت عارف لو تشرب شاي اخضر هتبقى فله، لا يا حبيبي مش هعمل لك حاجه، دي كلها محفزات، انت حاول تسيطر على ده. فانت لو امتلكت الاراده ها هتتحول لشخصيه حاجه جميله جدا رشيقه. ها النبي بيقول جمله حلوه قوي، ليس الايمان بالتمني ولكن الايمان ما وقر في القلب. لو وقر في القلب هيحصل ايه؟ هيصدقه العمل، هيترجم في صورة أخلاقيات. ولذلك شوفي جمال رمضان، يقوم إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ وإن سابه أحد أو شاتمه يعمل إيه؟ فليقل إني صائم. شوفي أنا يعني عملت، النبي عايز يعمل سياج على حضرتك، عايز يعمل سياج حواليا وحوالي المشاهدين. ليه؟ أوعى تتنازل عن الحالة دي. لأن خلي بالك حاجة في رمضان غريبة قوي، هو ليه رمضان مختلف؟ لأن الملائكة لما أراد الله أن يخلق الإنسان عايز يجيب إبراهيم وجاسمين وفلان وعلان، ها الملائكة اعترضت، قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فده طب الست هتبقى مذيعة والراجل ده هيبقى داعية، طب بقيتهم؟ قالوا لا، ده في واحد هيقتل، واحد هيسرق، واحد هيبقى مسجل خطر. ها فأراد الله أن يمتن على أمة النبي محمد بهذا الشهر. فلذلك جمال رمضان إيه؟ أنه يترتب على صيامه إن إحنا بنبقى في حالة ملائكية. صحيح. ليه؟ بصي بصي لشوارع مصر، بصي لشوارع العالم الإسلامي، امشي في مصر، امشي في السعودية، امشي في أي بلد يدين بلا إله إلا الله. شوفي الإيقاع الجميل، الناس في حالة من الروحانية كده عالية جدا. صحيح. الناس بتتسحر في توقيت واحد، على نغمة واحدة، يخرجوا يصلوا الفجر اللي كان مستحيل يطلعوا له. يقول لك يا مولانا أنا بعمل كل حاجة جميلة إلا الفجر ده مش قادر عليه. ها لا، كله بيصلي الفجر وبعدين ننتشر في الشوارع. شوفي لحظة الإفطار حالة من حالات الرقي، ولذلك رمضان هو حالة ملائكية. وكأن من يرى أمة محمد هيقول العبارة اللي ربنا شاهد بها للملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبعدين لما نشترك أنا وحضرتك في عمل ده أدعى، ودي فلسفة الجماعة. يعني لو بيصوم لواحد اثنين وخميس هيبقى تقيل عليا قوي، لكن لما اعرف ان كل مشترك فيها كل الناس بتتشارك معايا في الطاعة، ها بتبقى حالة بتديني حافز على وفي ذلك قوة، حتى قوة داخلية وطاقة داخلية بالضبط. ولذلك رمضان مش ممكن صورة لا تتكرر على مدار العام، ده صحيح. صورة عجيبة من صور التآلف والتودد إلى الله تبارك وتعالى. وعلينا ان احنا نتنازل يا جماعة، علينا ان احنا نفهم ان الصيام اتفرض ليه. علمونا قديما معلومة غلط، كنا في الابتدائي يقولولنا ايه؟ هو ليه ربنا فرض الصيام؟ فنقول مش عارفين، فيقولولنا علشان الغني يشعر بجوع الفقير وألمه. فما كبرنا لقينا المعلومة دي مش صحيحة، لأن لو كان الموضوع كده طب هو فرضه ليه على الفقير؟ هو ناقص جوع؟ ما هو جعان أوكي طول السنة ودي حالته. لا، أراد الله تعالى
أن يدخل عباده المؤمنين في دورة تدريبية تأهيلية في كل عام مرة لكي يرقى بأخلاق المؤمنين الموحدين إلى مستوى الملائكة المقربين في ساحة الله رب العالمين. سبحان الله تعالى. فده اللي احنا محتاجين النهاردة نأصله للمشاهد. اهدى على نفسك، عيش حياتك الطبيعية خالص. أهم حاجة عندي الفريضة تؤدى في أول وقتها. طب المساجد دلوقتي وخايفين من كورونا، أنا هقول لكم على فكرة لطيفة قوي، في جنب كده في الريسبشن ولا في أي أوضة نوم اضرب مصليتين وسيبهم بقى، ده المسجد بتاعك انت وزوجتك. يا جمالك بقى ايه الوقت بتصلوا، صلوا سوا جماعة. حالة من حالات الرقي. في ناس بتاخد الكلام اللي حياتك بتقوله ده ذريعة، لان هو ده شهر فقط التعبد والتقرب الى الله، ويقصروا في عملهم. والله هقولك حاجة، هو اللي هيسوق علينا العوج هو هيبقى هو حر، لكن خلينا نقول حاجة. لاحظي من كلامي ان انا بأكد على الفرائض. ليه؟ علشان انا عارف ان ظروفنا ووقتنا واعمالنا مختلفة. بمعنى ايه؟ المسلمين النهاردة طلعوا لك بقى حد ده ناقص يعملوا احاديث جديدة يقول لك ايه ده نوم الصائم ذكر. يا سلام بقى، ولما يبقى مغمى عليه في النوم كمان يبقى كأنه من المسبحين. لا، ده كل المعارك الفاصلة في حياة الأمة المسلمة كانت في رمضان. شوفي من أول بدر وانتصار سيدنا النبي، ها حطين، اقري هتلاقي 5000 موقعة لغاية ما توصلي لحرب العشر من رمضان. لما خرج علماء الأزهر، أقولك على مفاجأة بقى لجنودنا البواسل، وهو يقول لهم ان ربنا رخص لكم في الافطار علشان انتوا هتلتقوا بعدو يعني غلس، ومع ذلك اصروا على ان يستكملوا هذا اليوم وهم على الصيام لله رب العالمين. وبعدين يقوم الصيام يولد جواهم طاقة اسمها الله اكبر، فيبقى الايقاع ده كده، الايقاع ده كده على طول. فالتكبير سيدنا الامام الشعراوي يقول لك ايه، والذي نفسي بيده لو ظل جند مصر على تكبيرهم لدخلوا تل أبيب. ليه؟ لأنها هي دي اللحظة القوية، خلاص المارد اتحرك، هي دي اللي بتهم الطاقة، المارد اتحرك، ودي الروح اللي احنا بنستلهمها في كل مناسباتنا. وده اللي احنا محتاجين نقوله يا جماعة. كمان وانا بتكلم على ملحمة النصر ورمضان، محتاج اقول للناس حاجة، الإيمان بالأوطان جزء من العقيدة طبعا. لما تحب مكانك، واحنا بنحب مكة ليه؟ ها، لأنها المكان اللي تربى فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجزء من العقيدة التي أدين بها لله ها إن أنا أنتمي لمكاني، ما بقاش عامل زي الزرع اللي ملهاش جذور. أنتمي الوطني، ده شيء مهم. وهنا لازم نقول لبعضنا حاجة مهمة. تيجي تكلمي عن حتة الأوطان بقى، زي ما حضرتك بتقولي بقى لو هنفتح الباب للمجادلين يوم يقول لك ايه الوطن ده تراب عفن وده. يا أخي احترم لفظك اللي انت بتقوله الملف السعد. طب تعال انا وانت يعني راجل فلاح بسيط مرة اتشاكس مع راجل من الطيار السلفي المنغلق، فبيقول له ده تراب عفن. عارف رد عليه قال له ايه؟ قال له جملة غريبة جدا انا اتعلمت من الراجل ده، قال له بذمتك ربنا ممكن يتجلى على تراب عفن؟ اكيد لا. سبحانك يا رب. حين يتجلى الله على ارض سيناء وهي الله لم يتجلى على مكه ولم يتجلى على المدينه، ولكن تجلى الله على ارض مصر. فهنا ده درس علشان نستوعب. هيجي يقول لك طيب الكلام ده ليه اصل في الدين؟ يا عم ليه اصل؟ انت هتزيد على خليل الرحمن ابراهيم؟ ها شوفي سيدنا ابراهيم يقول ايه، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً. وبعدين يقوم يطلب نعمة الدين، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كان ممكن يقول يا رب اديني الأول التوحيد. لا، لأن يا أستاذة جاسمين لو ما فيش أمن وأمان ما فيش عقيدة. صحيح. ولذلك لما نيجي نكلم الناس عن كورونا نقول لهم يا جماعة افهموا، النبي علمنا صحة الأبدان مقدمة على صحة الأجيال. يعني حضرتك لو عايز تصلي وفي مطرة شديدة نازلة ما تخرجش. ليه؟ احنا خوفنا عليك اكتر من انك تطلع اعمل الطاعة دي ببيتك. والمشهد ده تجلى في حضرة النبي لما وقف قدام الكعبة وكلم الكعبة، قال لها ما اجملك وما ابهاك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن اعز على الله منك. الله. يا جمال النبي. الله. تخيلي الكعبة اللي فيها الحجر اللي هو يمين الله في الارض،
النبي قال لنا اللي يلمس الحجر ده كأنه يسلم على ربنا. تخيلي يمين الله في الأرض. النبي يقول لنا إن حرمة المؤمن أعز على الله. ولذلك دايما نقول أنا حتى الليلادي وأنا بصلي التراويح بالناس أقول لهم اللي عنده حتى برد ما يجيش الجامع. ليه؟ لأنه يحرم إنك تيجي في التوقيت ده. ده فقه الضرورة بقى. بلاش بقى ألاقي علامات محطوطة فاجي بين الكتفين وأروح نازل. لا، التزاحم ده أمر يعني غير محمود بالمرة. فبالتالي رمضان بيعلمنا الرقي، رمضان بيعلمنا العفة، رمضان بيعلمنا السمو، إزاي نتشبه بالحالة الملائكية ونتواضع. ودي قضية بقى أنا محتاج النهاردة أطبطب على قلوب المسلمين، يعني اهدوا على بعض شوية. شوفي سيدنا النبي لما هي الناس بتتكبر ليه؟ علشان يقولك أنت ما أنتش عارفة بتكلمي مين؟ شوفي النبي بقى جاب العكس. تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون التواضع. من شدة تواضع النبي الصحابة قالوا إيه؟ فكان بتواضعه متميز وبخفض جناحه متعزز عملا بقول ربنا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان هو شهر طبعا العبادة والدعوة والمغفرة وأيضا الاستغفار. نعم. كيف يكون الاستغفار في أحسن صوره في شهر رمضان المبارك؟ الله عليك، أسئلة يعني ربنا يشرح بها الصدور. خليني أقول لحضرتك في رواية كده جميلة في حديث قدسي، الناس كلها بتتطلع ان ربنا يغفر لها. ويجي بقى يقولك اوله رحمة واوسطه مغفرة، ده يعني يمكن حديث ضعيف. لكن خلينا نتكلم بقى ايه في اللي هو مؤيد بقى. يجي ربنا سبحانه وتعالى يحط تلات اسباب، التلات اسباب دول اللي هيعملهم مستحيل ان شاء الله هيكون من الناس اللي هتخرج عن اطار المغفرة. اسباب حصول المغفرة، اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوفي الجمال. الله. أول حاجة بنتعلمها ان كلنا مذنبين، عشان بس الناس فاهمه غلط. يا جماعه لا عصمه الا للانبياء. يا جماعه بلاش تتعالوا على اصحاب الذنوب، انزلوا ليهم وانتوا مش احسن منهم. يعني هي نعمه الستر هي اللي بتفرق فلان عن فلان. فخلينا نتعامل، بلاش نتاله على الله ونحكم وفلان في الجنه وفلان في النار. لا، ربنا حط تلات اسباب. الدعاء مع الرجاء. الدعاء مع الرجاء لان الدعاء مخ العباده. سيدنا النبي قال كده، والنبي قال جملة جميلة قوي، قال إن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء الذي يسأل الله تعالى كل شيء حتى الملح الذي يوضع في الطعام. عند الاستغفار. الاستغفار ده بقى هو الأستيكة اللي بيصفر لي عداد السيئات. فكلما زاد الاستغفار، وطبعا عندنا نص سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله، ده أجمل ختام لحلقتنا النهاردة. مولانا الشيخ إبراهيم رضا، نورت مساء دي أم سي، وسعدت جدا أن أنا كنت مع فضيلتك النهاردة. مشكور شكرا جزيلا. ربنا يحميك ويبارك فيك. شكرا يا فندم، وبشكر كل السادة المشاهدين على المتابعة النهاردة. مساء دي أم سي كل يوم بيتجدد معاكم، بشكركم شكرا جزيلا وكل سنة وحالتكم طيبين.